مشاهدي شبكة تلفزيون النهار، أهلا بكم ونشرة إخبارية رياضية جديدة من النهار اليوم لاستعراض كل ما هو جديد على الساحة الرياضية المحلية والعربية والإفريقية والعالمية، ونبدأها معكم بأهم وأبرز العناوين. وزير الرياضة يكلف ثروة سويلا بإدارة اتحاد الكرة لمدة 3 شهور. الزمالك يطالب حلمي بتقرير رسمي عن الصفقات الجديدة وجلسة لحسم صفقة مروان محسن. الاتحاد الأوروبي يدرس حرمان إنجلترا وروسيا من جماهيرهم. الإصابة تهدد الأرجنتين بخسارة جهود دي ماريا في كوبا أمريكا. وبدايتنا من الأخبار المحلية، وزير الرياضة يكلف ثروة سويلا بإدارة اتحاد الكرة لمدة 3 شهور. أصدر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرارا أرسله لاتحاد الكرة بتكليف ثروة سويلم المدير التنفيذي للاتحاد بإدارة شؤون الجبلية لمدة 3 أشهر، يقوم خلالها بدعوة الانتخابات لاختيار مجلس جديد وفقا للائحة اتحاد الكرة الداخلية، وذلك بعد تقديم أعضاء المجلس استقالتهم. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد قدم باستقالة جماعية لوزير الرياضة بعد رفض الاستشكال المقدم من المجلس ضد حكم المحكمة بطلان إجراءات الجمعية العمومية. وإلى المنتخب الوطني، الكاميرون تطلب مواجهة الفراعنة وديا في سبتمبر المقبل. تلقى اتحاد الكرة عرضا من جانب نظيره الكاميروني لمواجهة الفراعنة وديا في شهر سبتمبر المقبل في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتصفية مونديال روسيا 2018. ويدخل المنتخب معسكرا مغلقا يوم 27 أغسطس المقبل، يتخلله مباراتين وديتين لم يتحدى طرفهما حتى الآن. فيما حصل الأرجنتيني كوبر مدرب المنتخب على إجازة قصيرة لمدة 6 أيام، حيث توجه أمس الأول إلى إسبانيا على أن يعود للقاهرة يوم 15 يونيو الجاري. وإلى القلعة البيضاء، الزمالك يطالب حلمي بتقرير رسمي عن الصفقات الجديدة وجلسة لحسم صفقة مروان محسن. طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي رفع تقرير رسمي عن الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق، وذلك حتى يكون حلمي المسؤول عن الصفقات بعدما تم تجديد الثقة فيه لقيادة الفريق الموسم المقبل. فيما يعقد مسؤول الزمالك جلسة خلال ساعات مع العميد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي لحسم صفقة مروان محسن بعدما وافق اللاعب على الانتقال للقلعة البيضاء. كان الزمالك قد فاز على نظيره اتحاد الشرطة مساء أمس ب3 أهداف مقابل هدفين في الجولة 31 من الدوري. وإلى المصري، البورسعيدي المصري يقترب من ضم محمود أبو السعود حارس المقاولون. اقترب مسؤول النادي المصري البورسعيدي من التعاقد مع محمود أبو السعود حارس مرمى النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد، بعدما أبدى الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن رغبته في التعاقد مع الحارس في ظل النقص العددي في هذا المركز، حيث يمتلك الفريق ضمن صفوفه رمزي صالح بجانب حراس شباب. ومن المنتظر أن تحسم إدارة المصري إتمام الصفقة، خاصة بعدما رحب الحارس بالانضمام للقلعة الخضراء.